كل الجهات البريه وكانت الوسيله الوحيده انها تركب مركب صيني وتدخل جوه مصر. ما بقتش مصدقه لما هم شغلوا الفيديو ان انا مصوره المدرعه وهي بتقع. ساعتها كنت خلاص يعني توقعت ان في لحظه الموضوع خلاص انتهى. في حين ان الصحفيين بيواجهوا خطوره خطر القتل. فبدا يدخل بقى العنصر الجديد ده. العنصر اللي بيعتمد على المصادر. طبعا الداخليه، يعني الداخليه هي اللي ثابته على مبادئها. كاميرا يعني تضرب الرصاص تضرب الخطوش. انا بنقل اللي انت بتعمله، اذا كان ايجابي او سلبي انا مش طرف في الموضوع.